السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صار حبكم متابعيني في كل مكان. في حد اتصل على جماعة النهاردة وقال أنا شفت تعبان ضخم جدا. طبعا المنطقة ديت أنا جبت منها من حوالي شهر بالظبط كوبرا كانت ضخمة جدا، كانت معدية المترين تقريبا في نفس المكان. طبعا يا جماعه شكلهم هم الناس دي زي ما حضراتكم، هي تقريبا في نفس المكان. ثواني ثواني هتكشفنا. السلام عليكم وبركاته. هنا اهو الشقة اللي فوق اللي تحت اللي فوق هتعدي منها تبتعد من هنا. سبحان الله هو اللي قدام ايدك دي. خلاص يا جماعة الكوبرا ظهرت معانا. هدي يا حبيبي. هدي يا جماعة الكوبرا اهي. هذا الكوبري يا جماعه داخل الجوه جنب السوق.
اتفضل. يا جماعه ده احنا برضه نفس المكان على بعد حوالي مترين، ان احنا كده جبنا كوبري حوالي مترين. الكوبري يا جماعه طولها حوالي 180 سنتي. طبعا دي يا جماعه كانت خارجه للتشميس، لونها قريب جدا من الكوبري اللي فاتت. بالله عليكم يا جماعه ما حدش يحاول يعمل الحركات دي. طبعا بقى الكوبري بتتظاهر بالموت بسرعه. بالله عليكم يا جماعه محدش يا جماعه الكوبري بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هذا يا جماعه انياب الكوبري شكلها ضخ ما ضختش. طبعا هي بتلم الناب جوه عشان ما يتكسرش. كل جنب يا جماعه بيبقى فيه ناب ضخت كميه سم على العصايه الجاره. طبعا الحمد لله يا جماعه ان ربنا ستر على الجماعه دول. تاني مره نخرج كوبري من نفس المكان، والحمد لله احنا جبناها وربنا ستر. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هجرس زي ما قلت لحضراتكم كل يوم جديد.